اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون عن gestation trophoblast disease. هاي المحاضرة هي تكمل للمحاضرتين السابقات اللي هي إحنا حكينا عنهم إنه early causes أو early differential diagnosis لا early pregnancy bleeding early vaginal bleeding. طيب كمقدمة trophoblast disease هم مجموعة من أكثر من نوع، هم كلياتهم بيشتركوا بخاصية واحدة اللي هو الباثوجين أو الباثولوجي بيكون نتيجة البروفريشن للتروفوبلاست سيلز اللي هم السيلز اللي بيكونوا البلاسينتا والممبرين والأغشية المحيطة بالجنين وهم بفرزوا الاسيجي، يعني مش اللي بيكونوا الفيتس، لا الأغشية السيلز اللي بيكونوا حوالين الجنين، هذول بسميهم احنا تروفوبلاست سيلز. هذول السيلز وظيفتهم بالبداية انهم يكونوا سورس للنيوتريشن ويسووا امبلانتيشن وكمان يفرزوا السي جي فور سبورتنج بريجنانسي. هم اربع فور ديزيزز، في عندنا الهايديتي فور مول وله نوعين كومبليت وبارشل، وفي عندنا البرزستنت انفيزيف تروفوبلاست نيوبلازم، وفي عندنا الكوري كارسينوما، وفي عندنا البلاسينتال سايت تروفوبلاست تيومر. الاول نوع اللي هو النوع الحميد، اوكي. النوع الثاني والثالث والرابع هم مالجنانت، بس لحسن الحظ الماجوريتي حوالي 90% من جستيشن تروفوبلاست ديزيز هم عباره عن هيديتي فورمول او البناين تايب. زي ما حكينا احنا هذول الكمبليت او البارشل هيديتي فورم هم بشكل الماجوريتي هم البناين 90% من كل جستيشن تروفوبلاست ديزيز، الاذر هم عباره عن مالجنانت. المالجنانت اللي هم بلاسينتا والانفيزيف او الكوري كارسينوما هذول ممكن ينتجوا بعد هيديتي فورم مول، اوكي، يعني هيديتي فورم بناين يتحول لمالجنانت، او هم يجوا بعد نورمال بريجننسي، يعني بعد ابورشن او بعد اكتوبيك بريجننسي او بعد نورمال ديليفري او كومبليت تيرم بيبي. كانسيدنس هو ذا ليست كومون كوز للايرلي فاجينال ايرلي تروف ايرلي بريجننسي بليدنج، تقريبا نسبته تتراوح 1 لكل 1000 او 1 لكل 1500. هاي النسبة طبعا بتزيد في بعض الأماكن اللي هم الأيشيان واللاتين أمريكان، بتزيد بتوصل حوالي 1 كل 12 حالة إلى 1 كل 500 حالة، بس بشكل عام هم من 1 إلى يعني 1 بالألف تقريبا من جنرال. ريسك فاكتور، في عندنا الإكستريم أوف إيج اللي هم يا أما بيكونوا very young أو very old، لأن هم أساس الديزيز إنهم بيكونوا بداية في عندنا genetic defect، الجينيتيك اللي هي abnormal oocyte formation أو fertilization، فالمشكلة بتكون genetic، هاي genetic error بتزيد مع extremes of age. طبعا assisted reproductive technique فيها association between the gestational trophoblasts، ولكن indirect لأنه هم معظم assisted reproductive technique إحنا بنلجأ لهم في الستات اللي بكون عمرهم شوي متأخر، فهي related to the age not to the process per se. طبعا زي ما حكينا احنا ايش بالاستترك بعيد نفسه، اوكي، يعني الاكتوبك اذا صار المرة الثانية راح تزيد الريسك في اكتوبك بريجنانسي، المسكريس كمان اذا صار مرة راح يزيد الريسك مرة ثانية انه يصير نفس الاشي. هون كمان very important risk factor اللي هو previous history of gestational trophoblast disease، سواء كان number او يعني انه حدث مرة واحدة، يعني فنفرض مثلا اذا كان general population هو عبارة عن 1 بالألف او 0.1%، اذا صار مرة واحدة النسبة بتزيد بتوصل لواحد بالمية يعني 10 أضعاف، واذا صار اكثر من مرة مرتين اوكي بتوصل 16 لـ 28%. في other risk factor اللي هي smoking، الـ age group، maternal age group اللي هم الـ AB أو الـ A أو الـ أو الـ B اللي هم non-O blood group، الـ nullibility إذا كانت الـ history of، في عندها history of maternal nullibility أو history of infertility، هذا لأنه كمان related للـ age،
اليوز اوف اورال كونتراسبتيف كمان كانوا بيعتقدوا انه بيزيد الريسك، ولكن مع الدراسات الجديده وجدوا انه ما بيزيد الريسك لجستيشن تربلات. كلينيكال مانيفيستيشن تجينا الست، طبعا زي ما احنا هو يعني ديفرنشال دايجنوستس للايرب مينس بليدنج، فراح تكون عندها هيستروب مينوريا، في عندها هيستروب باجينال بليدنج، في عندها ابدومينال بين. اليوترس مرات بيكون اكبر من اكسبكتد اوف جستيشنال ايج، بيكون حجمه لانه بيكون فول اوف بلاد وفول اوف سيلز. اوكي، اذا كان في عندنا بلبك برشا او بلبك بين كمان ممكن نتيجه الانلارج يوترس. في كالوتيال سيست، هاي سبيشال انتيتي بتصير مع الجستيشن تروف بلاز ديزيز. هاي في كالوتيال سيست من اسمه شو بتتوقع من اي جاي؟ من وين جاي طلاب؟ الاتسي جي هرمون هو بيعملها. الاتسي جي ليش؟ طيب لانه له ميكانيزم نفس ال LH هرمون، بيعمل انلارجمنت بالفوليكولر سيل ان ذا اوفري. لا هو بطل في عندنا فوليكل بالبريجننسي، فوليكل بتتحول لشيء ثاني، شو اسمه؟ لوتيال بادي، كوربس لوتيال. كوربس لوتيال، الكوربس لوتيال، لانه الاس سي جي بياثر على الكوربس لوتيال سيل، وظيفته انه يسوي ستيميوليشن ويثبت الكوربس لوتيال ما يصير نكروسيس او ديث، عشان يضلوا يفرز الهرمونز استروجين وبروجسترون. بس مع الاكسسيف اكسكريشن للاس سي جي راح يتحول لهايبر ستيميوليتد فورم من الكوربس لوتيال، شيء بنسميه في كاللوتيال سيست. يعني ستراكشر بكون مالتي سيستيك، اوكي، اللارج اوفري، اسمه في كاللوتيال سيست. انيميا ممكن تكون نتيجه البليدين. الهايبر اميسيس جرافيدارم كمان بتصير نتيجة الإكسسيف إس سي جي. الهايبر ثايرويدزم مين بتوقع ليش بصير في عندنا هايبر ثايرويدزم؟ زيه زي تي اس اتش دكتور. ايش هو اللي زيه زي تي اس اتش؟ الاتش سي جي عنده الالفا سب يونت زيه زي تي اس اتش. نعم، هم شيرينج ذا سيم سب يونت، شيرينج ذا سيم سب يونت، اللي هم الالفا سب يونت شيرينج ذا سيم الفا سب يونت للتي اس اتش والاتش والاف اس اتش. فمع الاكسسيف اكسكريشن للالفا سب يونت راح يصير عندنا ستيميوليشن للثايرويد جلاند، ويصير في عندنا هايبر ثايرويدزم. بري كلامسيا بيفور ذا ايج اوف 20 ويكس، طبعا انت لو قدام بس تعرفوا استخضع البري كلامسيا راح تعرفوا انه البري كلامسيا هو عباره عن سبيشال ديزيز او سبيشال انتيتي، اوكي، بتحدث بعد ال 20 اسبوع. اوكي، فلما يكون في عندي انا ابنورمال بلاسنتا او ابنورمال ميمبرينز، تمام، هذا الابنورماليتي ممكن يسبب لنا ايرلي اونست اوف بري اكلامس. بس فجانا البسج اوف هايدروفيك فيزلز اللي بكون في عندنا هم النورمال فيلاي اللي بتكون موجوده بالبلاسنتا وظيفتها الامبلانتيشن بعدين ترانسبورتيشن للماتيريا. اوكي، هاي بصيرها بتتحول لهايدروفيك، يعني بتتحول تقريبا لفيزيكلز. هاي الفيزيكلز مرات بتكون معبيه اليوترس، مرات بصير لها بسج. طيب نيجي هلا احنا على الانواع بالتفصيل. عندنا الكومبليت هيديتي فور مول اللي هو بناين كونديشن، اوكي، هلا اول شيء ليش ما سموه كومبليت لاكثر من سبب. اول شيء بدنا نفهم انه هذا هو عباره عن ابنورمال فيرتلايزيشن، او المشكله بالفيرتلايزيشن اللي هي بتكون ابنورمال فيرتلايزيشن للاوفم، اوكي، وبالتالي في عندي ابنورمال جينيتك ماتيريال، مشكله اساس من الجين. اوكي، شو اللي بصير عندنا هون؟ بصير انه بكون في عندي انا امتي اوفا، بصير فيرتلايزيشن باي سبير، سنجل سبير او تو سبير. يعني بالنهايه بالمحصله اذا كان في عندي سنجل سبير هذا راح يصير له دوبليكيشن سنجل سبير جوا الامتي اوفا، اوكي، او الدبل سبير راح 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 يكون هم موجودين جوا الامتي اوفا. بالمحصله كل الجينيتك ماتيريال
كلياتها كومبليت جينيتك ماتيريال راح تكون اساسها من الفادر او من الباترن اوكي اللي هي 46 كروموسوم اكس اكس او 46 اكس واي. هاي هذا اول سبب سموه كومبليت انه لانه كل الجينيتك ماتيريال عباره عن باترنال سورس. السبب الثاني اسمه كومبليت لانه كل الخلايا بعدها بس تنقسم وتتحول كلياتها بتتحول لتروف بلاست سيلز ما بتتحول لامبريونيك سيل. المفروض انه الخلية الاوبن بس سيلفرتايزيشن او بلاستوسايت جزء منها يتحول لتروف بلاست وجزء منها يتحول لامبريون. بهاي الحالة ما في عندي امبريون ما بتكون امبريون ما بتكون ممبرين ما بتكون امينتك فلويد بالمرة كلياتها بتحول عبارة عن جست mass of trophoblast cells فcomplete trophoblast cells عشان هيك كمان سموها complete مول أو complete هديتي فور مول. طبعا لأنه كل السيلز تتحولوا لtrophoblast cells وكلياتهم راح يصيروا يفرزوا الSCG. هذا الSCG راح يسبب لي كل المشاكل اللي احنا حكيناها related للSCG اللي هي hyper insugravidar راح تكون excess البريكلامسيا الهايبرثايروديزم الكوربس لوتيرسيس هدول كلياتهم راح يكونوا كثار ونسبتهم كثيرة بهذا النوع اللي هو الكمبليت هايدي تفاول. حقينا احنا عارفين لوتيرسيس شو هي. هلا البارشر هايدي تفاول مور بصير في عندي انا اشي مخالف اللي هو بكون في عندي انا نورمال اووسايت بصير فيرتلايزيشن باي تو سبير اوكي. فالمحصل راح يكون في عندي انا 23 من الاووسايت و23 من سبير و23 من سبير الثاني فالمحصل راح يكون 69 عدد الكروموسومات الاكثر هو اكس اكس واي اكس اكس بعدين اكس واي واي بكون عددهم 69 اوكي. هون صار في عندي انا جزء من الجينيتك ماتيريال من المذر وجزء من الفادر اوكي. هي عشان هيك سموهم هم عباره عن partial heredity formula. ونفس الإشي الخلايا بما أنه في عندي أنا two source genetic material في عندي maternal في عندي paternal في جزء من الخلايا راح يتحول ويكون embryo فمش كل الخلايا راح تحول لtrophoblast cells أوكي. كمان هذا السبب أنه سموه partial heredity formula في جزء راح يتحول من الخلايا لembryo بس راح يكون طبعا abnormal fetus يعني راح يكون طبعا هو عدد الكروموسومات 69 راح يكون في عنده multiple congenital anomaly non viable ممكن بأي وقت يصير له this يعني بكون incompatible with life. وبالتالي جزء من الخلايا بس اللي هي راح تفرز كمية أقل من الـ SCG أوكي. وبالتالي كل الـ complication اللي حكيناهم related للـ SCG راح تكون بنسب أقل من الـ complete heredity formula. هذا الجدول بلخص اللي هو النوعين اوكي. النوع الاول اللي هو في عندي اللي هو الكومبليت والنوع الثاني هو عباره عن البارشل. الكاريوتايب طبعا الانسيدنس للكومبليت عباره عن 1 كل 1500 الانسيدنس للبارشل 1 لكل 750. الكاريوتايب في عندي اكس اكس للكومبليت أو XY اللي هم عددهم بيكون 46 البارشل بيكون عددهم 69. الإمبريونيك حقينا إحنا بتكون absent في حالة الكمبليت بس بتكون بارشل بالبارشل بيكون موجودة. باللاي بيكون جزء منهم هيدروبيك هون بيكون كلياتهم هيدروبيك. التروفوبلاست سيلز بيكون هون عبارة عن excessive تروفوبلاست بروفوليشن بيكون في عندنا هايبربليزا أوكي هون بيكون less. الاتيبيا طبعا بتزيد مع البروليفريشن فبتزيد نسبة الاتيبيا وبالتالي الاتيبيا هون راح تتحول بعد هيك لنسبة انه تزيد نسبة الماليجنانسي اكثر. البارشل مول او البرزيستنت مول او الانفيزف مول راح تكون نسبته 15-20% في حالة الكمبليت او في حالة البارشل لانه نسبة الاتيبيا راح تكون اقل راح تكون نسبة أقل 3-5%. كورو كارسينوما اللي هو الأذر مالجمنت فورم طبعا راح تكون نسبتها 3% أعلى من في حالة الكمبليت من حالة البارشل مول. اليوتران سايز طبعا بكون بالكمبليت بكون لارجر فور ديد أما بكون فور بارشل مول ممكن يكون زي أو ممكن يكون أصغر من
البارشلمون. طيب هلا احنا شكينا باي حاله بتكون عندنا هيدي فورمولكل بنسوي الايفالويشن. اول شيء راح نبعث لها الاس سي جي. الاس سي جي ممكن يعطينا فكره عن الديزيز اذا كان very elevated level ممكن يوصل للليفل اكثر من 100,000. طبعا هو نورمالي البريجننسي بوصل ليفل اوف 100,000 انترناشونال يونت على الويك 11 اوكي، ولكن هون ممكن يوصل الى 400,000 و500,000 كنسبه اوكي، وبكون اقل من يعني بالجستيشن ايج بقول تقريبا حوالي 6-7 أسابيع، فبكون يعني الليفل بري هاي. طيب ألترا ساوند، هلا من اللي حكينا مين بتوقع ألترا ساوند فايندينجز لكل واحدة؟ نو ستورم أبيرنس دكتور. وين؟ عشان هاي أنت قرأتها هون صح؟ لا والله حعرفها من زمان. لا ما قرأتهاش صراحة. طب ليش شو سنو ستورم ابيرنس؟ شو هاي في عندك هايدروبيك تروفو التروفو بلاست بتكونوا هيك هايدروبيك بيكونوا خصوصا بالكمبليت، اما البارشل بتكون اخف. هم هذول احنا بالتمام احنا الهايدروبيك فيلاي لما يكون شكلهم ديفيوز يعني ديفيوز هايدروبيك اوكي، هذول بيكون منظرهم زي سمول فيزيكلز. هذول على الالترا ساوند ببين طبعا الخلفيه بتكون سودا وهم عباره عن دوتس وايت دوتس اوكي. فلما يكون هذا السنو ستورم ابييرنس بعطي هذا المنظر اللي هو عباره عن اللارج سوري سنو ستورم ابييرنس، زي كانك بتتفرج بالليل على منظر الثلج وهو نازل بالسماء اوكي، بتلاقي انه خلفيه سوداء فيها نقاط بيضاء. طيب شو كمان نتوقع في شغلات ثانيه؟ بايلاترال مالتي لوكيوليتد سيست بالاوفريز اللي هي الثيكا لوتين سيست. تمام في عندنا ثيكا لوتين سيست بالكمبليت ممكن نشوفها. شو كمان حكينا انه ما راح نشوف يوترس بيكون لارجر ذان ذا ايج اللي احنا بدنا اياه يعني. هذا فيزيكال اكزامينيشن، احنا نحكي على الترا ساوند. هكذا انه بالكمبليت ما بكون في عندي امبريو، ما بكون في عندي فيتاس، ما بكون في عندي ممبرين، ما بكون في عندي منتك فلويد، كل هاي الشغلات ما بلاقيها انا بالكمبليت. على العكس هاي طبعا المنظر ل طبعا هو مش سنور صور ابيرس، صور ابيرس طبعا تبين بالاجهزه القديمه، هلا الاجهزه بتبين الخلايا بشكل اوضح، فالمنظر ما بكون سنور صور ابيرس، بكون عباره عن ماس، عباره عن فيها ديتس اريا اللي هي الهايبر بليزيا تروفوبلاست، وفي عند الهاي الهايدروبيك لايت او الفيزيكلز اوكي، بس كلياتها بتكون عباره عن ماس، ما في عندي فيتاس، ما في عندي ممبرين ولا الامينتك فلويد. هلا بالبارشل مول العكس، بدنا نعكس يعني الشغلات بتكون معكوسه. اول شيء راح نشوف هون في فيتاس، راح نشوف في عند الامينتك فلويد، في ممبرين اوكي. البلاسينتا راح يكون جزء منها لوكس نورمال، هذا هو نورمال ابيرنس البريزنت، هي عباره عن الهوموجينس ستراكشر، في جزء منها باب بيحتوي على فيزيكلز اللي هم الهايدروفيك، هذول هم الهايدروفيك، هذا يعني بارشل منها عباره عن هايدروفيك، هذا هو اللي بخلينا نشك انه هذا بارشل مول. اذروايز ممكن انت تنخدع وتلاقي الفيتاس يعني تشوفه ممكن يكون فايبل، يكون فيتال هارت ممكن يخدعك وتفكره انه نورمال بريجننسي. طبعا الفيكال لوتسس ما بنشوفها كثير اوكي. باقي حكينا. طيب كيف بنشخصه احنا الديفن دياجنوسيس لهي الشغلات كيف بنشخصهم؟ شو الديفن بايوبسي اللي هو بايوبسي، لازم ناخذ احنا عينه من البريجنانسي اوكي، ونتاكد انه هذا عباره عن ابنورمال بريجنانسي سواء بالجينيتك او بالهيستوباثولوجي. طبعا العينه بناخذها احنا يعني بمعظم بكل الاحوال بناخذها افتر ترمينيشن بريجننسي، لانه مش منطق احنا ناخذ عينه بعدين نسوي ترمينيشن، خلاص احنا مجرد ما نشك انه هذا البريجننسي عباره عن اب نورمال راح نسوي له ترمينيشن، بعدين كل اللي بيطلع من الترمينيشن بنودي فور ستادي اند هيستوباثولوجي
اوكي. في بعض الحالات بنلجا انه احنا نسوي ستدي بيفور التيرمينيشن للبريجنسي اذا كان في عندي حاله توينز، لانه بكون في مرات انه واحد من التوين بكون نورمال والاذر توين بكون اب نورمال او هيدي الفورما. فبدك تتاكد انه قبل ما تسوي تيرمينيشن للبوث توين اوكي تتاكد انه لازم تسوي كونفيرميشن فور دايجنوستس للهيدي الفورما او البارشل مول. فممكن انت تاخذ سامبل بيفور تيرمينيشن اللي هي اما امينوسنتيسيس او كورونيك بلس سامبل بالايرلي بريجننسي. طيب طبعا بعد ما شخصنا احنا هلا بدنا نسوي تيرمينيشن او تريتمنت للهيدي الفورمول. التريتمنت بده يكون اول شيء قبل ما نسوي تريتمنت بدنا نسوي ايفالويشن. طبعا ايفالويشن بعد فحوصات عاديه سي بي سي وكيدني وليفر ويورين اناليسز واس جي بنكون طبعا بعدين، ولازم بعد كمان ثايرويد فانكشن تيست نتاكد انه المريضه ما في عندها هايبر ثايرويدزم. Other investigation لازم نبعثهم اللي هي شيست اكسترين نتأكد انه ما في عندنا ميتاستاسيس، لانه ممكن يتحول هذا لماليجنت بعدين يصير ميتاستاسيس للديزيز. اوكي، والموست كومن سايت فور ميتاستاسيس هو اللنج، فات ليست يو هاف تو دو شيست اكسترين عشان تكسكلود انه ميتاستاسيس. اذا كان لقيت شكيت انت بالاكسترين انه فيها سبوت او ميتاستاسيس ممكن تبعت سي تي، ممكن تبعت اذر ايميجنج ستدي MRI ممكن تبع. طيب تريتمنت شو راح يكون؟ تيرمينيشن صح؟ كيف نسوي تيرمينيشن؟ التيرمينيشن راح يكون طبعا مش بالطريقة التقليدية اللي هي دايلاتيشن اند كيوريتاج، هو صحيح سيرجيكال تيرمينيشن بس راح يكون اسمه سكشن كيوريتاج. راح الماتيريال راح نسوي لها اول شيء سكشن، بعدين نسوي كيوريتاج لليترين وول، فهي عباره عن سكشن كيوريتاج. طيب كيف بنسوي السكشن كيوريتاج؟ سمبلي زي الدي ان سي، بس بدل ما احنا بنسوي دايليتيشن، طبعا الدايليتيشن بده يكون اب تو ذا سايز اوف كانيولا. احنا في عندنا يعني الكانيولا الشويسز اللي عندنا ممكن تكون الدايمتر تاعها 10 8 10 12، فانت اذا بدك تسوي حسب الدايمتر تاعت الكانيولا اللي هي سكشن كانيولا بدك تسوي حسب الدايليتيشن لها. اوكي، فاذا انت بتستخدم الثمانية راح تسوي دايليتيشن اب تو اب تو ايه، اذا كان للعشرة راح تستخدم dilatation up to 10، إذا كان 12 تستخدم dilatation up to 12. بعد هيك بعد ما نسوي dilatation بنحط suction cannula جوا اليوترس، وبعدين بنشغل الفاكيوم وبنسحب كل الكونتنت. بعد هيك بس نسحب كل الكونتنت ممكن نسوي احنا الكيوريتاج، ننظف الوولز نتأكد انه ما ضل فيه خلايا، لانه هاي الخلايا ممكن تتحول فيما بعد لمالجنا. لازم تتأكد انه كل اشي تخلصت منه من اليوترس. اوكي، وممكن انت وانت بتسوي الكيوريتاج تكون انت تستخدم اللي هو الالترا ساوند جايدد، يعني ممكن تستخدم الترا ساوند عشان تتأكد انت وين موجود، لأنه اليوترس بيكون عندك الكبير والكافيتي بتكون كبيرة، واليوترس بيكون طبعاً فريابل ممكن تسوي إيزي بورفوريشن لإله، فممكن أنت تستخدم ألتراساوند جايدينج يو. هاي الصورة اللي هي عبارة عن يوترس إنلارج، أوكي، وما بتحتوي على فيزيكلز، وفي هاي السكشن كانيولا. السكشن كانيولا بتسوي اسبيريشن لكل الكونتنت، بعد هيك احنا بنسوي الكيوريتاج. طيب هلا المالجنت احنا خلصنا من الهيديتي فورمول اللي هو البناين، هلا راح نيجي للمالجنت جستيشن تروفوبلاست ديزيز اللي هم حكينا بلاسنتال سايد بيرسيستنت او كوريوكارسينوما. حكينا احنا جزء منهم ممكن ينتج بعد الهيديتي فورمول، اوكي،
بنسبة 12-15% اللي هو البرزستر ممكن يجي بعد الكمبليت, أو نسبة 3-5% بعد البارشل, وممكن الكورو كارسينوما كمان تصير بعد الكمبليت بعد البارشل, بتكون بنسبة الكمبليت أعلى من البارشل. وممكن حكينا إنهم يجوا بعد النورمال بريغنانسي, يعني يكون عندنا النورمال بريغنانسي نورمال فيرتلايزيشن, بعد هيك يتحولوا الخلايا لا مالجنانس, لأنه هي عبارة زيها زي أي مالجنانس. ممكن يصير في عندك أني جينيتك أرور أو ميوتيشن في السلس وتتحول شرها أكتيفيتش وتتحول لمالجنانس. طيب بس ثواني طلاب في تلفون. هلو هلا أهلين, هلا عافيك, عندي محاضرة. هلا لازم يكون زوجها موجود. تمام. خليها تايد زوجها. نعم. اوكي يلا باي. سوري. طبعا احنا حكينا لما بده يتحول هو افتر هيديتي فورم او الكمبليت كمبليت او بارشر, لما بيجي بعد الهيديتي فورم ايش الشغلات اللي ممكن تزيد هاي هذا الهيديتي فورم يتحول ل مالجنانت؟ اذا كان في عندي ثيكا لوتيال سيس اكثر من 6 سنتي, اذا كان اليوترس فالي لارج, الايج اكثر من 40, الاي سي جي اكثر من 100,000, اذا كان في عندي بريزنس اوف هايبر بليزيا او اتيبيا, والهيتروزايجوسيتي. هاي هذول ريسك فاكتور. بعد اذا كانوا موجودين بالهيديتي فورم بيزيدوا ريسك اوف جستيشن اوف مالجنانت جستيشن تروفوبلاست ديزيز طبعا. واحنا حكينا اللي هو الاهم انه يكون النوع كومبليت. طبعا اذا اي شيء بتحول لمالجنانت, اي شيء بده يتحول بعد نورمال بريجننسي هو عباره عن مالجنانت, خذوها قاعده. يعني ما يعني نورمال بريجننسي ما راح يتحول لهايديتي فورمول, لا راح يتحول على طول على يا اما بلاسنتال سايت بريزستنت او كوريوكارسينوما, ما راح يمر بمرحلة البناين بعدين يتحول لمالجنانت, لا راح على طول يتحول لمالجنانت. طبعا كوريوكارسينوما يعني اذا صار في عندي كوريوكارسينوما معناته صار في عندي ميتاستاسيس. اوكي, الموست كومن سايت اللي هو اللنج, ممكن بعدين بلبس ليفر جي اي, ممكن يكون سي ان اس. فالمريضة ممكن تجيك vaginal bleeding, large uterus, respiratory symptoms, any signs and symptoms suggestive of metastasis. طيب diagnosis for malignant. اوكي, احنا كيف بنشخص او 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 انه بنعرف انه هذا المالجنانت تحول او الهيديتي فورم مول تحول لمالجنانت؟ اوكي, احنا بالعاده بعد ما نخلص ترمينيشن اوف هيديتي فورم مول بنسوي لهم فول اب, سير فول اب. السير فول اب بده يكون للاي سي جي, بدنا نتاكد انه الاي سي جي بده يرجع لوضعه الطبيعي اللي هو قيمته نيجاتيف اللي هي اقل من 5. هذا بالحالة البارشل تأخذ تقريبا 60 يوم أو شهرين, وبحالة الكمبليت ممكن تأخذ لها 100 يوم لأنه نسبة الكمبليت بتكون أعلى. فأنت كل أسبوع بدك تبعت لهم SCG عشان تتأكد أنه الليفل رجع لوضعه الطبيعي. هلأ ليش لازم يرجع لوضعه الطبيعي؟ عشان نتأكد أنه ما تحول لمالجنانت. طبعا خلال هاي الفترة إذا صار اي شيء من هذول الحالات السيتويشن راح تكون راح نكون احنا شخصنا اللي هو المالجنانت. اول شيء اذا كان في عندي انا بلاتوينج, بلاتوينج بدك انت تقريبا 3 ويكس او 4 ريدنس. اوكي, صار لهم بلاتوينج. اذا كان في عندك رايزنج هذول بدك انت 2 ويكس او 3 ريدنس, 3 كونسيكوتيف ريدنس صار لهم رايزنج. اذا كان الاس جي حتى
وهو بنزل إذا كان ضلوا استمر لمدة أكثر من 6 أشهر لأنه هو بالماكسيمم بالعادة 3 أشهر بحالة الكمبليت. إذا ضلوا أكثر من 6 أشهر معناته هذا تحول لمالجنن. طبعا إذا إجت لك هيستولوجي فايندينجز من الإيفاكيويشن إنه هو من البداية كوريوكارسينوما، وإذا كان في عندك أني بريزنس أوف ميتاستاسيس سبوت، هذا كلياته بتقدر أنت تشخص اللي هو المالجنن. الألتراساوند راح تشوف انت اليوترس لارج، فيه عبارة عن ماس تحتوي على سيلز وهايبر باسكولار، حط عليها دوبلر بتلاقي هايبر باسكولاريتي هايبر اكتيفيتي اوكي للماس، هاي بتكون كمان سجستيف انه تحول لمالين. هاي الصورة لكوريوكارسينوما انها اكتوبيك بريجنانسي، اكتوبيك بريجنانسي ضلوا موجود بالتيوب، وبعد هيك يعني ممكن احنا شلنا شلنا الاكتوبيك وضل جزء منه وتحول لكوريوكارسينوما. طيب بعد احنا ما نشخص اي مالجنانسي اي اشي بالطب لازم نسوي له ستيجين اوكي. الستيجين للجستيشن اتروف بلاديز هما 4 ستيجز سهلات. الاول بده يكون بس موجود بالبلفس او باليوترس، الثاني بده يطلع للموست كومن سايل اللي هو لا سوري بده يطلع من اليوترس بروح على البلفس سواء كان فاجينا او بلبيك اورجان. الثالث اللي هو بروح على الدستات ميتاستاسيس والموست كومن سايت اللي هو اللانج، والرابع بده يكون اذر ميتاستاسيس اذر ذان ذا لانج، يعني بده يكون يوترس بعدين بلفس بعدين لانج بعدين اذر سايت. هلا كل نوع من هذول في له سب ديفيجن اللي هم الاي بي سي. اي بي سي اللي هم نمبر اوف ريسك فاكتورز، إذا كان في عندي أنا ولا ريسك فاكتور راح تأخذ سب ديفيجن A، إذا كان 1 ريسك فاكتور راح تأخذ D، وإذا 2 ريسك فاكتور راح تأخذ C. إيش هم الريسك فاكتور؟ اللي هم عبارة عن SG level وأنه detection of the disease more than 6 months after termination of antecedent pregnancy، يعني إذا قعد له فترة أكثر من 6 شهور لحديت ما ظهر من الحمل السابق سواء كان نورمال او كان هيدتي فورمول. كمان الفيجو كمان غير الستيجنج سووا شيء اسمه بروجنوستيك سكور للديزيز. شو البروجنوستيك سكور؟ بروجنوستيك سكور هذا احنا ما بنستخدمه للستيجنج، بنستخدمه هذا ميلي فور تريتمنت. هو عباره عن 7 elements اوكي، ايج وانتسنتد بريجنانسي شو كان والانتيربل بيناتهم والاي سي جي ليفل والسايز اوف تيومر سايت اوف ميتاستاسيس والنمبر اوف ميتاستاسيس واذا كان في كيموثيرابي بريفيوس. هلا هدول شو بنستفيد منهم؟ كل واحدة لها سكور، كل شيء له سكور. في النهاية بنجمع هدول السكور، اذا كان الرقم 7 او اكثر اوكي فإنهم تريتمنت غير، إذا كان رقم أقل من 7 إنهم تريتمنت غير أوكي. بس يعني هذا فور تريتمنت عشان نعرف إحنا كيف بدنا نعالج الهيديتي فورم مول. طيب هلأ نيجي إذا كان أقل من 7 فإحنا بنعالج بسنجل إيجنت كيموثيرابي، بس بنعطيه نوع واحد كيموثيرابي اللي هو يا إما ميثوتروكسيد أو داكتينومايسين دي. طبعا هذول بروتوكولز كيف دوزات كل دراجز مش ضروري تعرفون، بس احفظوا لي اللي هو سنجل ايجنت، هم عباره يا اما ميثوتروكسيد او داكتينومايسين دي او الاكتينومايسين دي. المالتي ايجنت اللي هم عباره كوكتيل خليط من الدراجز كيموثيرابي اللي هم في عندنا يعني واحد مشهور اللي هو الايماكو، هذا الإما كله هو الإي الإتوبيسايد الميثوتروكسيد الإي أكتينومايسين دي السي للسايكلوفوسفاميد والأو للأونكوفري. يعني بروتوكول أكثر من النوع لازم تستخدمهم من البداية إذا كان السكور 7 أو أكثر تاع الفيبو. طيب بعد هيك الكيموثيرابي احنا طبعا بتضل نعطي المريضه كيموثيرابي لحديت ما البيتا اس جي
يوصل الليفل النيجاتيف، يعني يكون الليفل تاعه أقل من 5. بس يصير أقل من 5 طبعا إحنا عشان نتأكد إنه هذا الديزيز يعني ما فيه له رجعة كومبليتلي راح، بدنا 3 ريدينجز يكونوا أقل من 5 أو يكونوا نيجاتيف، 3 ريدينجز نيجاتيف. فأنت بتضلك كمان تستمر تعطيها سايكل لحديت ما تحصل على 3 كونسيكوتيف نيجاتيف ريدينج، لازم يكون ثلاث قراءات نيجاتيف تحصل عليها. السيرجري كيف ممكن نقدر نسوي سيرجري في حالة المالجنت؟ نعم، في بعض الحالات نقدر احنا نسوي لها سيرجري، ممكن تسوي الهستريكتومي انك تشيل اليوتراس خصوصا اذا كانت المريضة اولد ايج اوكي وخلاص وبدهاش فيرتيليتي وكمبليتد هير فاميلي وما بدها الريكرنس ريسك اوف ريكرنس وبدها تريح راسها، فممكن تعرض عليها استركتوم. اوكي الايفاكيويشن كمان في المريض ممكن كمان نستخدمه في بعض الحالات عشان نخفف من التيومر سايز. اذا كان في عندك نوديولز ميتاستاسيس نوديولز موجودين في مكان معين سواء لانجز بالبرين بالليفر وكان بي ريستريكتد سيرجري كمان تقدر تستخدم السيرجري. آخر إشي بدنا نحكي عنه اللي هو الكونتراسيبشن. كل الجستيشن تروف بلاد ديزيز لازم يمتنعوا عن الحمل لمدة سنة. أوكي؟ لازم نوقف الحمل لمدة سنة. تمام؟ فأحسن طريقة لهم اللي هي في البداية اللي هو الليفل بكون لسه مش واصل للنيجاتيف بكون نستخدم البارير، وبعد ما يوصل بعد ما نستخدم بوصله للنيجاتيف نستخدم اللي هو البست اللي هو كومبايند أورال كونتراسبتيف بيلز. لازم يضلهم سنة ما يحملوا بعد هيك. طيب احنا خلصنا المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية بنكملها وبنشوف إذا في لكم أسئلة. خلينا ناخذ بريك ربع ساعة اوكي او 10 دقائق، شو رايكم؟ الو تمام دكتور. تمام خلاص ناخذ ربع ساعة بريك بعدين بنكمل المحاضرة الثانية. اذا في حدا له سؤال عن المحاضرة الاولى يحكيها في بداية المحاضرة الثانية.